Shani. تعالي بابا. ده بيعمل ايه هنا؟ بيقول ابن عمك انه شافك بوتيل اللي بيروح عليه السواح. دي اعجوبه، دخلوا ازاي؟ شاني بهزر، كنت خارجه مع صحابي البنات وما اتكلمتش مع حد، الساعه لسه ما جاتش 11. هو بيقول انك كنت بتبوسي واحده. هي البنت اللي ابوها بدير المدرسه الخاصه في البيرام. لا لا ده مش صحيح. ازاي ممكن تستعملي الكمبيوتر بتاعك للحاجات دي يا شاني؟ دي صورك كلها مع البنت دي. انت اللي كتبتي الكلام ده اللي بيشوفه كل الناس؟ انا اسفه يا بابا. انت عارفه اني ما اقدرش اذيكي بنفسي، بس ما اقدرش اضمن بقيه العائله. يعني هتسيبهم يقتلوني؟ انت لوثتي اسم عيلتك، دي سمعتنا.